السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس خمسة أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج الميزان ورح يضل موجود في برج الميزان حتى تمام الساعة خمسة عشر دقيقة من صباح يوم السبت بتوقيت غرينتش. القمر الآن موجود في منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والظفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي ورح يضل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة ستة و 22 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش من مساء اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها إلى منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل القمر اليوم بما أنه موجود في برج الميزان معناته هذا هو أفضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفية للعلاقات مع الأحبة أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية بنكون نشطين أكثر اجتماعيا ومن ميل للإسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسية واضحين بين العشاق ولكن الغيرة ممكن تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة ننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب وتزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي الأخيرة لأنه اليوم في زاوية وحيدة وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة تسعة و 12 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش بتأجج العاطفة تجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جداً بالنسبه للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسيه واللي لازم نوفر لها العنايه الاضافيه وما لازم نعمل عمليات جراحيه كبرى لالها ولكن فحوصات مراجعات طبيه عمليات صغرى ما في اي مشكله عنا الكلى الحالب المثانه البوليه الاورده الجلد كعضو لللمس البنكرياس الانسولين اسفل الظهر والزائده الدوديه هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم. باقي أعضاء الجسم طبعاً ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية لإلها. أيضاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة. لا يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي، ويصلح للصبغ والحنة، ويصلح أيضاً للقص العلاجي. القمر بما إنه موجود في برج الميزان معناته خلو المسار القادم زي ما ذكرنا راح يكون يوم السبت بيبدأ الساعة خمسة وثمان دقائق صباحا بتوقيت غرينتش وبينتهي الساعة خمسة وثمنتاشر دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش يعني مدته عشر دقائق أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره ثلاث أيام. الساعة خمسة وتسعة دقائق صباحاً بتوقيت غرينتش ونبدأ باليوم الرابع نسبة الإضاءة سبعة بالمية. أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم. الشمس في العذراء حتى يوم اثنين وعشرين تسعة منتحس بنسبة أربعين في المائة. القمر في الميزان حتى يوم سبعة تسعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن. ساعات الصباح سعيد بنسبة ستين في المائة. ساعات العصر سعيد بنسبة 85% عطارد في الأسد حتى يوم 9-9 سعيد بنسبة 15% الآن ساعات العصر سعيد بنسبة 5% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 تسعة منتحس بنسبة 40% الآن ساعات الصباح منتحس بنسبة 10% ساعات المساء سعيد بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 4/11 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15/11 منتحس بنسبة 10% اورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31/1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم سبعة 12 منتحس بنسبة عشرة في وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 عشرة منتحس بنسبة عشرة في وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا هذا يوم جيد للقيام بالعمل المشترك صحيح انه القمر موجود مقابلك تماما فبوسعكم اليوم توقيع عقد او اتمام خطبه او زفاف او عمل مشترك ما بينكم وبين شركائكم بالعمل او العاطفه وفي نوع من انواع التاثيرات السلبيه لانه مقابلك تماما فممكن يكون في متاعب عائليه عند البعض او مهنيه عند البعض الاخر أهم شيء أنه ما ترتجلوا المواقف وتجنبوا الانتقادات في العمل قدر الإمكان برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور بيبدأ العمل بالتراكم لديكم اليوم ولكن ممكن تجدوا تعاون من الزملاء حاولوا أنكم تمارسوا نشاط بدني للمحافظة على لياقتكم على صحتكم إذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي حاولوا أنكم تراجعوا طبيبكم باكروا لعملكم وما تلتهوا بالأمور الثانوية، في اليوم انشغالات كثيرة وممكن إنك ما تنجح في إتمامها فتضطر للعمل وقت إضافي. نظم وقتك وما تقصر. برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء، اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم. ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط فني أو أدبي وتعتبر هاي فترة استثنائية ورائعة بيبتسملك لك الحظ وبتكون فرحتك كبيرة ممكن تهتم باستعادة موقعك أو تتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره أيضا هذا اليوم ممتاز لممارسة هواية أو الاهتمام بالأحبة أو الأبناء وأيضا بيحمل البعض انفراج وخبر سار برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم خلال هذا اليوم بوسعكم التفاهم و أو تعزيز العلاقة مع أحد أفراد العائلة وممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية وغيرها أهم شيء إنك ما تفقد الإتزان وثقة الأحبة. ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة، أو ربما مسألة شخصية، وبعضكم ممكن يكون عنده مصاريف إضافية. برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد، بتنشطوا في الدراسة والسفر والإتصالات خلال هذا اليوم. إن اجتياز امتحان أو بإمكانكم تعزيز العلاقة مع أخ أو جار أو مع الأحبة بتستوعب اليوم الظروف وبتتكيف معها بسهولة هاي فترة ممتازة جدا للتواصل البناء مع الآخرين تتمتع بنشاط ذهني بيسمح لك بالمنافسة القوية أهم مش أنك ما تضيع الفرص برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء اليوم يحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيكون على الاغلب من عمل اضافي ومنكم اشخاص اليوم ممكن يحصلوا على هدية او جائزة بتتركز الامور على امور مالية اهم شيء انه ممكن يعني يكون في بعض القلق لمصاريف طبية او استشفائية طارئة وحاول انك اذا في عقود انك تناقشها او معاملات ادارية بتأني ودقق بتفاصيلها وبترغب اليوم بمساعدة احدهم او ممكن تقوم بمبادرة خيرة. برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم وشعبيتكم بتكون بتصاعد هاي فترة بتحمل انجاز او تطور لافت أهم إشي إنك ما تهملها وكرر المحاولة ممكن يبتسم لك الحظ أو ممكن يعني تهتم باستعادة موقعك أو تتحمس للبدء بتنفيذ مشروع اليوم الأجواء جيدة حتى على المستوى العاطفي ثقتك بنفسك طاقتك أفضل من الأيام الماضية برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا القمر استقر في بيت المتاعب زي ما ذكرنا لغاية صباح يوم السبت فعشان هيك التعب بظل مسيطر عليكم خلال هذا اليوم حاولوا انكم تخلدوا للراحة وحاولوا فقط انجاز ما بوسعكم من عمل عاجل بيسود سوء تفاهم او عصبية او ممكن تتخذ قرار ما يكون لمصلحتك وبتخف وتيرتك وبتشعر بالملل وممكن تتأخر المعاملات أو تلغى أو ترغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة يعني بمعنى آخر هاي فترة سلبية حاول أنك تعمل بشكل روتيني وما تتخذ قرارات حاسمة برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة ولكن بدكم تتجنبوا العناد كونوا أكثر انفتاحا على أراء ومواقف الآخرين وما تتكاسلوا وبادروا لا تصحيح الأخطاء واستعادة موقعكم ما بيناسبك البقاء وحيد خلال هذا اليوم برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي يعتبر هذا اليوم يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم وبينتبه لكم المسؤولون وبقدر جهودكم قدم أفضل ما لديك وما تتهرب من المسؤولية الموكلة لك من أداء الواجبات لأنه ممكن تضر بمصلحتك بدعوك لاستثمار كل فرصة جيدة خلال هذا اليوم برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا بتنشطوا اليوم بالسفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان أهم شيء أنه ما تستسلم بل كرر المحاولة وثابر حتى تصل لهدفك يعتبر هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وبترتفع حظوظك وربما يعني بعضكم يقوم برحلة أو يشارك في احتفال أو يناقش موضوع فترة جيدة للتواصل مع الغير وخصوصا أشخاص خارج البلاد وأيضا لإتمام بعض المعاملات اللي تتعلق بالهجرة أو المراسلات الخارجية برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة اليوم والفرصة بالظل متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن حاولوا انكم ما تهملوا صحتكم ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ميراث أو موضوع مالي أو الطالب بحقوق لإلك لا أو تناقش مواضيع مهمة أو ممكن إتمام أو إنجاز بعض المعاملات والأوراق بدوائر رسمية أو تعيش امتحان صعب فيوم ممتزج على كل الجهات يعني بده شويه تركيز حاول انك تستغله للامور الماليه المشتركه هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك أترككم في رعاية الله وحفظه ..إلى اللقاء